الرجال السعودي صار حامل، فهولدزون أول رجال السعودي صار حامل وقحطاني صار حامل، فجت تعبت يعني. وأنا رايح الحمام اكتشفت إني صرت رجال زي الحرمة، يعني زي المرأة يوم راحت طلع منها دم تخاف تبكي عندما تقول آه طلع مني دم طلع مني دم زي كذا. بعدين اكتشفت إنها صارت امرأة. نفس الشيء أنا يوم رحت الحمام، رحت إني أبغى أروح الحمام أطلع مويه، طلع مو مويه طلع شيء ثاني، فقالوا لي أنت صرت رجال. نفس الشيء يعني. فأنا مرة في رمضان يمكن صايم فجأة لقيت طالع مني دم، خفت 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 خفت، طشر مني دم طشر مني دم طشر طشر. قالوا لي أنت حامل، يعني أنا ما أعرف إن الحامل يطلع منها دم، بس قالوا لي أنت حامل. هذا الطب في بريطانيا، قالوا أنت حامل. أنا أول رجال سعودي صار حامل، فهولدزون أول رجال سعودي صار حامل وقحطاني صار حامل، فجت تعبت يعني.